بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير أحبتي المتابعين في كل مكان. طبعاً وصلت الموقع. الموقع عبارة عن حوش وغرف. تقريباً هذا مكان كان يمكن سكن عمال ولا إيش الله أعلم. بس والله من الدخول والشجرة اللي موجودة في بداية المدخل صراحة مكان جداً غريب وفظيع ومخيف. لكن نتوكل على الله ونقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. شايفين؟ بسم الله. وش كبر؟ بسم الله. شايفين؟ يا حد سمعتوا؟ شايفين الشجرة هذه يا جماعة؟ هذا بداية المدخل. بسم الله. شوف الشجرة الثانية. دبابير يا جماعة، شايفين؟ ايش الدبابير؟ اوف، الله يحفظنا يا رب. بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. نقع الهواء. في احد؟ المدخل هذي. بسم الله. بسم الله. شوف كيف. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو يا جماعة مكان غريب يا جماعة، والله العظيم. شوفوا
حش الدبابير في كل مكان. لا إله إلا الله. بسم الله. سمعتوا؟ في أحد؟ يا جماعة الشبكة جدا ضعيفة في المنطقة. بسم الله. في أحد هنا؟ والله البيت ده غريب جدا. بسم الله. صوت كلاب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. والله يا جماعة المكان ده مسكون قسم بالله. والله مسكون المكان ده. بسم الله الرحمن الرحيم. في حركة. هذا الحمام. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا السكن له كم مهجور ذا. سمعت الصوت. في أحد هنا؟ في أحد هنا؟ أعوذ بالله. أعوذ بالله. بسم الله.
توابين ولا شيء. بسم الله. في أحد هنا؟ لا تفك على شيء بارك ذا ولا شيء. هش بسم الله. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله، وش مصدر الأصوات دي؟ والله ما في مخلوق في المكان. أنت جوة الخزان؟ في أحد جوة الخزان؟ الصوت الغريبة دي يا جماعة. والله حسب دهب قسم بالله. بس المكان اللحاف قديم يا جماعة، اللحاف قديم. بسم الله. قعون في بشر؟ والله يا حسيت انه شيء يتشكل هنا قسم بالله العظيم. اول بسم الله، ترى خشب عادية. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الله يا جماعة، أعوذ بالله حتى المكان. هذا المكان ما في درج، ما في شيء يخرج يطلع برا. شو الصوت الغريب ذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قسم بالله المكان ذا موحش وغريب. ايش ذا المكان؟ بسم الله. أعوذ بالله. والله ما في احد في المكان. بسم الله. يكون في ضباب في شيء. بسم الله.
والله أول مرة تحصل معي الأمور هذه. شوف الباب ما عاد تتسك ولا تتفك. الصوت كلاب برا والصوت في الداخل. الله هو الحافظ دائما. أنا حخرج لها من الموقع يا جماعة. بسم الله. شايفين الشجرة كيف؟ والله هذا مسكنهم قسم بالله. وما أقدر أروح الناحية الثانية هذه. شايفين الشجر كيف؟ شوك والله العظيم. شوفوا ما في أي حركة الآن في المنطقة هذه. من قلت آية الكرسي. أعوذ بالله. طبعا الآن راح أخرج من الموقع. الدبابير في أحد؟